ألو، مرحبا. نحب نعرفكم على السلاح الأبيض الموجود على طيران الإمارات، فيما لو كان هذا معك أثناء التفتيش قبل الدخول إلى الطائرة. سيتم مصادرته وإلقاؤه بحجة أنه استخدامه كسلاح أبيض. الآن سنفتح الكيس هذا وسنرى ماذا يوجد. هذه هي الأدوات المعدنية، فيما لو وجدت معك أثناء التفتيش سيتم مصادرتها وإلقاؤها بالكمامة بحجة أنها أن تؤثر على الأمن بالطائرة بشكل أو بآخر، في حين يسمح بتوزيعها على الركاب أثناء الوجبات. ما هذا التناقض العجيب؟ أترك لكم التعليق ولفت إدارة الطيران لهذا الموضوع، وشكراً.